محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم على محبة الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني، لزيارتكم السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا كربلاء. سيدي ما خاب من تمسك بكم، وأمن والله من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات وأذريت دمع العين بالعبرات، وفك عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم
والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين في الآفاق مفترقات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بأرض الجوزجان محله، وقبر ببا خمراء لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة. هذا البيت للإمام الرضا سلام الله عليه. وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات، فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها يا مني بكون صفاتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم له خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، كان سويتي إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات، يا النوح يا زهراء على منه تنوحين، نوحيك على الأولاد، لا نوحيك على، ما أسمع صوتك، صدت ونادت والدمي على الخد بادي، انت سألوني يا خليق كلهم أولادي، لكن صواب حسين ساطف فادي، وعظام علي لون الناعي على حسين، أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وأنا نصبت العزل هم وسط القبور،
ونسيت ونسيت ضلع اللي بظهر الباب مكسور وعظام مصايبنا علينا مصيبة حسين لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعني كلهم عليهم نوحيت والثوب شقيه وعظام مصايبنا علينا مصيبة حسين تقول تقول أنا الوالدة لسان حال فاطمة أنا الوالدة أنا الوالدة يا حسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني يا من ريت ذبحك ذبحني ذبحني اسعدني على ابني تحبني صيح بصوت ايوه حسيناه أيوا شهيدا أيوا مظلوما يسعدني على ابني تحيي ابني إنا لله وإنا إليه راجعون عطروا المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى تتمة لحديثنا في الليلتين الماضيتين وعنوانه المنتظرون بين زمنين اليوم نحاول إن شاء الله نخرج بنتيجة لملمة الحديث يعني بعد 400 سنة من الظلم من الاضطهاد من الاستضعاف من تقتيل الأطفال من استحياء النساء من الإقصاء ظهر المنقذ الموعود اللي هو بالنسبة لبني إسرائيل موسى ابن عمران عليه السلام الأمة كان قلوبها مضطربة بالنار مضطرمة بالنار تترقب متى يعود المنقذ الموعود حتى ماذا؟ حتى ينتقم لهم تلك الظلامات التي مروا بها المشكلة هنا في لحظة اللقاء بين المنتظر والمنتظر أكو لحظة لقاء خصوصا عندما تطول المدة يصير فاصل زمني طويل فتتراكم عندك رؤيا هذه الرؤيا في بعض الأحيان تذهب بك بعيداً عن الطريق الأصلي فيصير عندك فرد مرتكزات وتبني على ضوء ذلك رؤية خاصة بك حول المنتظر ولعل الواقع لعل الحقيقة تخالف هذه الانطباعات هم حسبة وحساب أن المنتظر يعني موسى عليه السلام سينتقم لهم هذا كان حسابهم موسى عليه السلام جاء ومعه هدفان رجع إلى قومه ويا هدفه الهدف الأول كان صادما لبني إسرائيل
جدا صادم. الثاني كان محبط بالنسبة لبني إسرائيل. ليش هذا صادم وذاك محبط؟ هذا لأنهم لم يوطنوا أنفسهم على أن المنتظر الموعود إنما يسير بأمر الله لا بأمر الأمة، إنما ينفذ أوامر الله لا أوامر الأمة. المعيار مو الأمة، المعيار لا أنت ولا أني، مو القياس أنت أبدا. لا تتخيل أن أنت قياس، لا تتخيل أن أنت المسطرة التي يسير عليها المهدي، هذا خطأ من عندك. إذا هيك صورت أنت خطأان. المعيار الله. الله شو يقول لك؟ أنت دورك أن ماذا يسلموا تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول طيب أنا عندي قائمة طويلة من الظلامات والحوائج والطلبات وكذا، احتفظ بها هذه القائمة، خليها يمك احتفظ بها. أكو شيء اسمه الإمام، الإمام ما يمشي حسب متطلباتك أنت، عند أوامر. وهذه لعله من أخطر القضايا التي عاشها الأنبياء والأئمة. دائما أنا أتصور شنو، أن هذا الكون كله، هذه المجرات والنجوم والكواكب، الشمس والقمر، الملائكة كلها مخبوصة بي أنا وحدي، أنا شنو أريد هذا الأريد. هذا خطأ، أنت جزء من منظومة. شنو الأمر الأول؟ اذهبا إلى فرعون، يعني موسى وهارون. طيب القرآن يعرف عن فرعون، يعطي ملامح شخصية فرعون. فرعون مو إنسان إيجابي، مو إنسان يتمتع بروح الدبلوماسية والأريحية، مو إنسان مشكوك بنزاهته، ما ندري نزيه مو نزيه، ظالم مو ظالم. لا، اذهبا إلى فرعون إنه طاغي. هو الله جاي يقول له طاغي؟ فرعون طاغي، فرعون طاغي، ما بيها مجال. مو تقول فرد اسم مثلا ما ندري عنه منه هذا، لا معروف. والله عز وجل اصلا جاي يقولهم اذهبا الى الطاغية، اذهبا الى هذا الطاغي. شو يسووا له؟ شلون يحكون وياه اذا هو طاغي؟ فقولا له قولا عجيب. بعد 400 سنة اضطهاد، الآن جاي المنقذ الموعود يتحدث مع هذا الطاغية بدبلوماسية. زين، هذا بالنسبة لهم كان صادم، بالنسبة لهم كان صاعق، خصوصا أن موسى عليه السلام جاء بسلاح فتاك، يعني مو كل شيء ما عنده، لا عنده قوة. جاء بآيتين، بمعجزتين، الترغيب والترهيب، اليد والإفعى. يقول عندما ألقى العصا أمام الفرعون جاءت الإفعى فالتفت حول العرش الذي كان يجلس عليه الفرعون، وصار وجه الإفعى أمام وجه فرعون. يقول أحدث فرعون في ثيابه، ما تحمل عضلاته، ما تحملت من الرعب، يعني القوة عنده. زين، شلون إذن قولا له فقولا له قولا لينا؟ الأمر المحبط شنو؟ لعله يتذكر، يعني عد الله إذا فرعون يصير ويا موسى هذا الخيار الأفضل. الأمة كان قلوبها موجرة نار من فرعون، يعني حتى ما يتمنوا ينهدي، ما يريدوا ينهدي، حتى يموت يقتل يعذب، لأن يقول لك حيف هذا بعدين يجي واحد يهدي وتالي يدخل الجنة ومتعبنا وأهلكنا وأربعمائة سنة بعدين هذا يدخل الجنة ويانا، ما نريد حتى الجنة يدخل، حتى الجنة ما نريد يدخل. بنو إسرائيل شنو من منقذ هذا؟ يعني الآن إذا ظهر الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا من أخطر التحديات،
انت الان راسم في ذهنك قائمة اعداء، قائمة اصدقاء، قائمة مشاريع، قائمة مفاهيم، قوائم، وهذا هو المهدي مو غيره. وعقد صلحا مع العدو. زين احنا الان شو نصيح؟ عجل لوليك الفرج حتى شي يصير، حتى يخلصنا من الاعداء. اقول فرض، فرضية، انا جاي افرض فرضية بالتاريخ صارت، بس افرض هاي الفرضية انه يعقد صلح مع الاعداء. احنا موقفنا شنو؟ دول اللي عندهم شهداء، هل ارامل، هل ايتام، هالناس اللي تعبت وكافحت وناضلت، موقفنا شنو يصير؟ هذا ابتلاء لو مو ابتلاء؟ امامنا الحسن سلام الله عليه، يعني امامنا الحسن مظلوم، مو لانه مسموم، لانه مظلوم، لان خليناه في زاويه من التاريخ. بعض الناس ما يصرف لهم هذا الفصل من التاريخ، ما يريدوا، ما يحجوا، ما يتكلمون به، ما حد يجيب طاريه. امامنا الحسن امام معصوم لو مو معصوم؟ معصوم. اكو واحد سيد شباب اهل الجنه، حسن مني وانا منه، يقول رسول الله في الجيش، هو طالع ويا الجيش، جمعهم جماعته، قال معاوية خير لي منكم، معاوية أفضل لي من عندكم. انقلب عليه الجيش بتهمة الخيانة والعمالة، هذا عميل صار، هذا تاريخك، تاريخ قدامك، ما جاي يجيب شيء من جيب الصفحة. أنت هاي السنوات اللي قاتلنا مع أبيك علي، الآن جاي صالح معاوية، خائن أنت، هذا موقف من معصوم. إحنا كموالين للمعصوم شو نسوي بالحالة؟ شو أسوي أنا؟ وهذا الابتلاء، تتصور الابتلاء شنو يعني؟ يعني الابتلاء مثلا صاعقة، مثلا المرض، هذا الابتلاء الخطير اللي يضرب صميم العقيدة، يضرب صمامات الأمان، يعني بالعمق، مو واحد تطفى عينه، واحد يموت أبوه، ذاك يفقد فلوسه، إذن بسيطة سهلة. هذا الابتلاء اللي يضرب العمق، أنت واقعك هناك ينكشف، مو عدد الركعات هناك تبين، عدد الركعات ما راح يبين هناك، راح يبين تركيبتك الفكرية على حقيقتها، إش قد متماسكة، إش قد أصيلة، إش قد قوية، إش قد ثابتة، حجم البصيرة هناك راح تبين، لأن أنت راح تعرض المعصوم للمساءلة، للمساءلة، شلون بعد كل هذه السنوات وأبوك علي رفض ساعة واحدة أن يبقي على معاوية بالحكم، أنت الآن توقع له، تقول له هاك أخذ الحكومة كلها وأنا راجع للمدينة. ترى لا هو صلح ولا هي هدنة، ما جرى لا صلح ولا هدنة، عملية تنازل عن السلطة. الصلح يكون بين دولتين، بين جماعتين، الهدنة بين دولتين، بين جماعتين. بعد الواقعة تلك، بقت دولة اسمها دولة الإمام الحسن؟ لا، خلص، أخذ الكوفة، أخذ مكة، أخذ المدينة، أخذها كل، أنا راجع لأهلي للمدينة راجع. وهذا ابتلاء لو مو ابتلاء؟ ابتلاء شديد. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. احجوا يا بدبلوماسية. موسى شديد، شديد عضلاته، وهو أيضا تركيبته النفسية شديد، يعني هذا القبط ضربه ضربة على صدره، وقف له قلبه ضربة واحد، ما كان يريد يقتله، راد يدفع عركة بين قبطي وإسرائيلي، إجا موسى ذاك ضرب موسى ضرب ذاك على صدره، دي يدفعه وقف قلبه مات. هذه الكف اللي عنده، حجر كان يشيله سبعة يشيله دلو واحدة يشيل، قوي كان. قولا له قولا لينا، احجوا يا بهدوء، احجوا، هذا ملك صحيح طاغية بس هذا ملك، حاولوا تستقطبوا لجانبكم،
لعله يتذكر أو يخشى. إذا صار وياكم يا موسى أفضل، بالتالي قوة، هذا جند عنده، أمة عنده. من طرف موسى كان الغرض أنه يخرج ببني إسرائيل من تلك الأرض إلى أرض الميعاد. طبعا اختلفوا في أرض الميعاد وأرض اللي كانوا بيها، اختلاف أكو، ما أريد أدخل بها بالتفاصيل. موسى عليه السلام كان يطلب من فرعون يأخذ منه إذن أن يسمح له بإخراج بني إسرائيل من مصر. فرعون يرفض، يقول له لموسى يا نبي الله أنت أمرك تأخذ من الله لو من فرعون، وليش منتظر؟ طلعنا خلي نرتاح. في الرواية ما بين عودة موسى إلى بني إسرائيل إلى خروجه من مصر 40 سنة، 40 عاما موسى يفاوض فرعون. تالي هطلعهم بالليل بالسر، قالوا له هسه أنت 40 سنة هاب اللي راحت، ليش من أول مرة ما طلعتنا؟ خو أنت مو تجيني وراء 1400 سنة وتريد تقيم لي قبل 1400 سنة وتقيسها اليوم؟ إحنا لو كلنا عايشين بذاك الوقت هم ما ندري شنو كان صرنا، نفسنا هم ما ندري. مخاضات، منعطفات، ابتلاءات، امتحانات، ما ندري شنو كان يصير. في يوم واحد وفي قلب المعركة وقد حمي وطيسها واصطكت السيوف، 20,000 واحد يخرجون على أمير المؤمنين يقولوا له أوقف القتال. من شيعته ذولا كانوا ذاك الوقت، وكانوا وياه سبعدين خسارة وخوارج، خرجوا مرقوا عن الدين. ليش؟ شافوا أمامهم المصحف الشريف راح يوقع على الأرض، قاسوا الأمور على مقاييسهم. هذا لو يصير إيده بإيد الإمام، الإمام شي يقول يصير؟ هذا مرتاح. هذا يكشف وجود ثغرة، أنه هل كان هؤلاء يعتقدون بعصمة الإمام أو لا؟ ما كانوا يعتقدون. هل كانوا يعتقدون أنه إمام مفترض الطاعة؟ ما كانوا يعتقدون. لو كانت عندهم هذه العقيدة واضحة وبينة وجلية ما كانوا وقعوا في هذا الأمر الذي وقع. فإخواني، كلنا والحمد لله ننتظر عودة المنقذ الموعود كليتنا. كيف نؤمن علاقتنا بالإمام؟ شلون؟ أنه أنا الإمام هو الإمام، مو أنا الإمام. كيف أرتبط بالإمام؟ طاعاتي، تصرفاتي، احترامي للشريعة، احترامي للشريعة، هذه كلها تبين وتكشف جانب من واقعية علاقتي بالإمام. مو أول حكاية ومن واحد زعلان وتجي تجيب له مثلا رواية عن إمام وكذا يقول لك خليني هساني من الشريعة، مو وقت شريعة. مو وقت شريعة يعني نفس الشيء، ما صارش، هي نفس الحالة. يعني من أجي أقول لك الإمام يقول كذا تقول على عيني وراسي، خلاص تنتهي القضية، لازم تخلص. ثارات وطلايب ماكو، كلام الإمام إمام الكلام. أخلي الإمام هو البداية، ما تصير بعد بيني وبين الإمام عناوين أخرى تضعف علاقتي بالإمام. هيئوا أنفسكم، عندنا قابلية إحنا، استعداد عندنا إحنا، تصرفاتنا، أعمالنا، جيراننا مرتاحين من عندنا؟ سألنا نفسنا جيراننا مرتاحين من عندنا؟ أنا عندي ماطور هذا يومية طالع وداخل للبيت والصوت مالته، أنا منتبه جيراني مرتاح مني لو ما مرتاح مني.
لو أنا بس أشوف روحي ما لي ربط بالآخرين، ما علي، ظهر، نص الليل، صيف، شتاء، ما لي علاقة، أنا المهم أنا راضي عن نفسي. هكذا أو لا تشعر بالآخرين، تقول الآن نصف الليل، هدوء هدوء، تسمع قرآن أم اسمع يواش، مو بصوت عالي. زين، أنا الآن أريد عندي عزيز مات، أصير قطاع طريق، أسد الشارع وأنصب لي خيمة، وما لي ربط بالأمة، عبرت سيارة ما عبرت سيارة، سدي الطريق، هاي نسوان وهذه بيوت، ما يهمني، خلاص قاعد مجلس عزب هالخيمة وساد الشارع، وما علي بالأمة، شيري دي يصير بيها خلي يصير. أنا من هذا النوع، لو من النوع اللي يحترم مشاعر الآخرين وحقوق الآخرين، من أي نوع أنا؟ أنا الآن أدخل مضيف، انطوني بطانية، طوني فراش، طوني مخدة، من أنام وقعدت الصبح أشمرهن ودير وجهي وأرجع، لو أرجع أطبقهن وسلمها مثل ما أخذتها أرجعها، من أي نوع أنا؟ من أي نوع؟ من أريد أتوضأ إش قد أستهلك ماي، لو يحتاج لي نهر على مود أتوضأ لي هالوضوء هذا، أشعر أنا هذا استهلاك لموارد الطبيعة، أنا جزء من هذا الوجود، أنا جزء من هالنظام، يوم ما أهتم أصلاً ما يدير بالي أبد ما يدير بالي، من أمشي أدفع هذا وأدفع ذاك وما أدير بال، وهواية القائمة طويلة كلش طويلة، والعباس أبو فاضل طويلة، بس ما جاي ننتبه لها، إحنا ما جاي ننتبه، بيدي مسواك وهذه سيارة راكنها صاحبها، أريد أعدل روحي أشيل المسواك أخليه فوق السيارة، اسألت نفسي يقبل لو ما يقبل؟ اسألت نفسي أصلاً أنا بهالعالم هذا؟ لو بعالم الأخبار والسياسة وش قالت فلان دولة وش حجت فلان دولة، أنتبه لو ما أنتبه، أدري شنو الغيبة لو ما أدري شنو الغيبة، لو بس نسمعها بالمجالس، وين أنا وين عايش؟ هذه لازم ننتبه لها، إيش راح يبقى من عدنا إحنا إذا لا هذه معتنين بيها لا هذه معتنين بيها؟ الطرماح التقى بالحسين عليه السلام، يريد يجي ويا الكربلاء، قال له أنا عندي أمانات أهلي، ميرة أهلي، مش سوق لهم. الإمام قال له روح وصل الأمانات لأهلها وتعالوا ويانا. بعدين قال لهم الصحة أصحابه، أي واحد عنده أمانة بذمته خليه يروح يؤدي الأمانة. أنا الآن جاي أزور الحسين وليلة الجمعة، باكر راح يسألوني وين كنت، أقولهم والله رحت الكربلاء، هنيئا لنا. أنا برقبتي أكو واحد يطلبني فلس واحد، مو ألف دينار، فلس، أكو واحد يطلبني فلس أو لا؟ صفيت حسابي ويا الناس أو لا؟ أكو واحد مشغولة ذمتي بي مستغيبة، هاتك سمعته مأذي، شائعات والشائعات عندنا، شلون ريحة البهارات وبعد أقوى تنتشر وخلص، منو بتعال ستناقشة خلص مشت هي هذه. كم واحد ما جاي أخاطبكم إلكم، جاي أخاطب روح، إيش كم واحد أنا كسرت سمعته، والله قالوا خو قالوا كنت، حتى لو صدق وما يجوز لك تحكي، بأي حق تحكي؟ موسى عليه السلام يقول خاض معركة كل مرة ينكسر، قال له إلهي أنا نبيك وهذه الأمة وما جاي ننتصر. أوحى إليه الله قال له في قومك رجل زاني وبسبب هذا النصر ما يجيكم، قال له إلهي من هو حتى أقول له يعتزل؟ قال له موسى أنا أأمر بالستر، تريدني أهتك؟ بس زاني بس بالسر، مو معلن، مو فاسق، أنا أأمر بالستر تريدني؟ والله الله عليك العباس عليك، من نقعد ونريد نحكي
99% فاصل 9.9 من كلامنا خو دليل ما بي، هاي منتهين من عدها. قالوا نزلوا لك صورة على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا ابن فلان قائد، وهاي سيارته مثلا من الماس. ايش دراك هذا ابن ذاك؟ هو ترهم على كل واحد ترهم، لا تعرف هذا ولا تعرف هذا، ايش دراك؟ لا خلاص هي هاي انتهت كل شيء. احنا لو هاي العادة نبطل منها، ما نحكي الا بدليل وما نحكي الا بموازين والا في موضع الحاجة، راح نرتاح. التسليم للإمام. الليلة الختام مجلسنا الليلة، وشكر للأخوة في العتبة الحسينية المقدسة على هذه الدعوة الكريمة. الشكر موصول للأخوة الذين حضروا وتعبناهم ودوخناهم طيلة هذا الأسبوع. بداية مجلسنا كان الافتتاحية بالزهراء سلام الله عليها، أول ليلة كانت ليالي الشهادة. الليلة نختم مجلسنا بذكر سيدة عظيمة، باب من أبواب الله، إلها دور وإن كان ما حضرت بأرض كربلاء، بس أولادها حضروا بأرض كربلاء. من اللي عنده حاجة، اللي قلبه مشعول بالنار، غريب مريض أي شيء، يتوسل إلى الله بهذه السيدة الكريمة، هذه السيدة العظيمة المفجوعة، أم البنين سلام الله عليها. هاي كان إلها يوم رجعت السبايا إلى المدينة، عزاء خاص إلها. الناس مزدحمة عند باب مسجد النبي ينادون وحسينا وشهيدا. بشر واقف يقول الناس يبكون، اجتني امرأة وقور تتعثر بأذيال ثوبها تحمل طفل صغير، وقفت امامي قالت يا بشر اخبرني عن الحسين. والان استغربت، الناس ينادون وحسينا وهذه تسألني عن الحسين؟ قلت من هذه المرأة؟ قالوا يا بشر لا تلمها، هذه فاطمة بنت حزام الكلابية، هذه أم البنين أم العباس وإخوته. يقول جئت إليها مستلطفا معها القول، أريد أن أخبرها بأبنائها واحدا بعد آخر حتى لا تنفجع. قلت لها أم البنين عظم الله لك الأجر بعثمان. يقول نظرت إلي وهي باكية، قالت يا بشر وهل سمعتني سألتك عن عثمان؟ اخبرني عن ولد الحسين. قلت لها أم البنين عظم الله لك الأجر بجعفر، قالت يا بشر وهل سألتك عن جعفر؟ اخبرني عن الحسين. قلت لها أم البنين عظم الله لك الأجر بعبد الله، قالت يا بشر ويحك اخبرني عن قرة عيني الحسين. إلى أن قلت لها أم البنين عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة. أبي الفضل العباس يقول حنت وأنت ووضعت يدها على قلبها وانحنت حتى كاد الطفل يقع من على متنها، قالت يا بشر لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن ولدي الحسين. أريد منك تجاوبني بهذه الأبيات وكلكم حافظيها، والمواساة الليلة لأم البنين. يقلها يا أم البنين الأربعة ما حد دفنها، دمهم غسلهم والتراب صاير جفنها، يا ومن الصبح زينب مشات للشام عنها، يا طلعت وعافتهم على الغبرة مطاعي.
يا ام البنين الاربعة ولدك رماية، ظلوا ثلاثة ايام على الغبر عرا، وريتك ريتك تشوف على النهر، منو على النهر؟ ريتك تشوف على النهر صاحب الراه، مفضوخ راسه مقطع شماله واليمين، يا بشر أين زينب وين النساء؟ قال توجهنا إلى دار أبي عبد الله، توجهت إلى دار الحسين، والله إجتها إجت أم البنين بضلع محني محني، تصيح بصوت يا حسين ابني، تصيح بصوت يا حسين، يا زينب داخل الدار، النساء داخل الدار، زينب صار عندها فسحة أن تبكي الحسين، ماكو يمها غريب الآن تريد تفرغ بقلبها، منعت أن تدخل عليها امرأة إلا صاحبة عزاء، اجت أم البنين تريد تواسي زينب، الباب مغلق، طرقت باب الدار، خرجت جارية ما عرفتها، قالت ما تريدين؟ قالت أريد الدخول على زينب، قالت لها زينب منعت أن تدخل عليها إلا صاحبة عزاء، صاحبة مصيبة، بكت أم البنين، قالت لها قولي لزينب على الباب امرأة شريك لها في عزاء، يا الله قضاء الحوائج يا رب. دخلت الجارية سيدتي زينب على الباب امرأة تقول أنا شريك لزينب في عزاء، التفتت زينب صاحت يا رباب قومي، سكينة قومي، أم كلثوم قومي، صاح الصوت قوما تلقل بالله وياي قوما ساعدن، منو هاي زينب؟ هاي أم البنين الراح. دخلت أم البنين، دخلت عيونها تفيض بالدموع، صاحت وين زينب؟ زينب أجابتها قالت أنا زينب، تقولها أنت زينب؟ نعم، تقولها الصوت صوت زينب بس الوجه مو وجه زينب، قلها مو عجب مو عجب يما تشوف دماي تصبغ وجنتي، مو عجب يما تشوف دماي تصبغ وجنتي، منه مثل بكربلاء بعيني شفت ذبح اخوتي، صاحت ام البنين وولداه وياها وياها وحسينه، اجابتها عقيله بني هاشم واخاه وعباس، تقلها انشدك على راعي المحن ايش سوى الخواتم النخن، انشدك على راعي المحن ايش سوى الخواتم النخن، من خن ادري غيوري وبيه ظن،
أنا وأدريه ضرب السيف فني فن فن وإن كان ما راضين عنا لروح الكربلة والعتبة أنا لروح الكربلة ولعاتبن لعاتبن وحليب الرضع تلحرمن لا تدعويني لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أمسيت ولا من بنين نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من أوصاني بالدعاء بالأخص المنظورين اللهم اقض حاجة كل محتاج أو في دين كل مدين اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن المنعمين في دولته والثابتين على ولايته اجعل هذا البلد آمنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا من المؤسسين لهذا المأتم الكريم والحاضرين والمشاركين والمستمعين بأفضل القبول اقض اللهم حوائجنا وحوائجهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا إلى أرواح أموات الجالسين والمستمعين ومن مات على الإيمان بالأخص إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة الحسين أمواتي وأمواتكم نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات